عايزين نعرف كده السادة المشاهدين، من امتى تقريبا بيبتدي الولاد يتدربوا اللعبة دي؟ وهل في سن معين؟ هل في قوانين معينة؟ هل في طفل يصبح انه يلعب اللعبة دي وطفل تاني لأ؟ طبيعي طبعا، بداية ممارسة الكاراتيه التقليدي بتبدأ من 4 سنوات فيما فوق، أولاد وبنات لجميع المراحل السنية. يعني في بره مصر، في أوروبا وفي اليابان وفي الصين بيبدأوا الكاراتيه التقليدي ده من بعد 60 سنة. الناس للوقاية من الشيخوخة، يعني اللي هو يبقى عشان الكاراتيه التقليدي ده أصلا يعني بيحسن الجسم وبيحسن العمود الفقري وبيدايما بيحافظ على على كل شيء. نشرح للناس اكتر يعني ايه كاراتيه تقليدي، لان اي حد بيجي في دماغه كلمه كاراتيه بيبقى فاهم ان هو الموضوع بس ضرب ونزاعات. صحيح. لا لا لا، مفيش فكره الكاتا والعروض والكلام ده كله. هو الكاراتيه التقليدي بيعالج اصلا الحاجات دي، بيعالج الاطفال ذو الطاقات المفرطه. الحاجه الثانيه بيحسن السلوك. الكاراتيه التقليدي عنده اسس ومبادئ بيتربى عليها اللاعب. هما 5 وصايا: ابحث عن تهذيب الخلق، كن وفيا، كن مجتهدا، احترم الاخرين، تملك نفسك عند الغضب. الوصايا الخمس دول هما هو اساس الحياه. لو احنا يعني الولاد انا بشوفهم بيحفظوا الـ5 وصايا دول، بيقولوهم كل تمرين. ده في كل حاجه بقى في حياتنا، يعني كل شيء. الحاجه الثانيه كمان اللي بيدي البنت والولد ثقه بالنفس عاليه جدا في اقل وقت ممكن. غير كده الكاراتيه التقليدي ما فيهوش موازين زي بقيه الرياضات الاخرى بالميزان. لو احنا عارفين في الالعاب القتاليه هتلاقي ميزان كذا بيلعب ميزان كذا. الكاراتيه التقليدي مراحل سنيه فقط. اوكي. فتبص دليل اللي هو دفاع عن النفس، اللي هو لو واحد قابلني في الشارع هيقاتلني او يتهجم عليا، انا مش هقول له انت وزنك وزني او انت اكبر مني او اقصر مني، لا، هو يدافع عن نفسه. يعني عايزين نقول كده انه زيه زي رياضه السباحه مثلا، حاجه اساسيه هو يعني كل سواء ولاد او بنات. برافو، هي اساسيه بمعنى كلمه اساسيه، هو رياضه دفاع عن النفس من الدرجه الاولى. لابد لاي اسره مصريه ولكل الساده المشاهدين اللي بتشاهدنا، لكل بيت لازم يبقى فيه ابنه او بنته، والبنت كمان قبل الولد كمان عشان اللي احنا بنشوفه. فلازم تتعلم رياضه الدفاع عن النفس. عشان والكاراتيه التقليدي بيبقى هو ملم جدا بكل الالعاب، ومفيش سن ومفيش مانع لاي حد. جميع المراحل من 4 سنين فيما فوق، اولاد وبنات. مفيش مشكله خالص ان الشخص يبتدي متاخر.